السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد في قناتكم اللي هي قناة عالمك سيدتي. اليوم اول نهار في شهر رمضان المبارك، اليوم بغيت نشارك معكم طريقتي في توجد الفطور على قد الحال. بغيت نشارك معكم ان شاء الله. اول حاجة، رئيسة الطبلة المغربية اللي ما كتحلاش اي طبلة في اي دار، الحريرة المغربية. هانتوما كتسمعوا الصوت ديالها بقوامها من يدي الوالده ديالتي صوباتها. ما نقدروش حنا في الاول ديال رمضان نصوبوا شي حاجه من غير الحريره ديال من يدي الوالده ديالنا، الله يخليها لينا. تتنوض على سعده وبعده باش تصوب لنا الحريره، لان كلشي كيفطر عندنا في الدار في اول نهار ديال رمضان. اليوم بغيت نشارك معكم هذه شرموله البنات ديال واحد الحوطه هنا، هذا الحرور، التحميره، الكمون، السكينجبير، الابزار والخرقوم، هادو وجدتهم. وطبيعة الحال هنايا دايره تقريبا 4 المعالق ديال القزبر والمعدنوس مقرده طريفات. هنا البنات حاكه شويه الحامض. هنا عندي 5 الدروس ديال الثومه، غادي نقردهم طريفات صغار ونعبش نشارك معكم الحوته باش نعمرها معكم. هذه بدايه البنات. بطبيعه الحال الا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ديالي، ديري لي واحد جيم وخلي لي واحد التعليق. بطبيعه الحال التعليق تبقاو محلولين، كتعبروا على الراي ديالكم. ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا عندي دائما، ويا ربي في هذا اول شهر رمضان الله يدخلوا علينا بالرزق وبالخير وبالتيسير. الله يدخلوا علينا البنات بالرزق وبالتيسير ونقوم مجموعين، واللي محتاج شي حاجه الله يحقها ليه. والناس اللي عنده اي دار فيها شي مريض ولا شي حد كيتسنى في شي حاجه الله يحقها ليه، والله يشافينا المرضى ديالنا. الله يخلي الله يكملوا علينا برزقه يا ربي، ويدخلونا ويجمع ويفتح لينا جميع ابواب الفتح يا ربي. دابا غنبدا معكم الحوته ديالي. قبل هذا الشيء غادي يعني نقرد هذه الثومه، وهانتوما معايا البنات. البنات غنشارك معكم كل شيء دقه بدقه، يعني حتى نوصل الطبله ديالتي ونحطها وغنشاركها معكم في الاخر، وهانتوما معايا ان شاء الله في هذا النهار ديالي. البنات هنا قررت الثومه ودرت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، ودابا غادي نلوح الزيت. هانتوما البنات تقريبا واحد 3 المعالق البنات ديال الزيت، 3 المعالق كبار ديال الزيت. لحت البنات هنايا القزبر والمعدنوس، وغادي نلوح العطريه ديالتي هذه غنشاركها معكم. دابا البنات غنبقى نخلط هذا الخليط ديال الشرموله ديالتي. الحرور ضروري ميلونجيو مع هاد لاصوص. كتوجدوا البنات حنا كنوجدوا دابا الحوته على 9 ساعة. هذا هو الطاجين اللي غادي ندير فيه الحوته ديالي. دابا غادي نجبد الحوته ونحطها هنا في المول ونشاركوا معكم البنات. دابا هي الشرمو، هي الحوته ديالتي البنات فرقتها. دابا غادي نبدا ندخل هذا الشيء تاع الوسط، كنخليها عا باش كنشوف شنو كنسبق البنات. الحوته هي الاولى عا باش نشوف شنو غادي باش غادي نرافقها اش من خضره. المهم اهم حاجه نتفك بعدا كن من الحوته نشرملها باش تجي بنينه البنات، لان كلشي كيبغي الحوت يكون مشرمل. ندوز على البلايص كاملين ونحاولوا نخشب صباعنا. الحمد لله هاي الشرملة الحوته ديالتي تشرملات على احسن. غادي نخليها البنات نحاول هكا نشوف كيفاش كندير لها البنات الشتي. كنخدم بيديا ها باش كنبقى هكا كندخل فيها فتدخل الشرموله مزيان.
هنا وهذا الراس ديالها حتى هو صافي. ودابا غنخليها تقريبا واحد الساعه هاد الشرموله البنات ما بين نوجد الخضره اللي غادي نشارك معكم ونشارك معكم طريقه كيفاش البنات راه هادشي الطاجين مازال غادي نحيدو وغادي نوريكم شنو كندير البدايه شنو كندير في الطاجين ديالي. وهانتوما معايا البنات حيت من الطاجين حيت الحوت درتو هنايا في المول باش الطاجين قادو. دابا البنات درت فيه العواد ديال القزبر والمعدنوس. غادي نبدا بواحد الحاجه هي الاولى نستف البطاطا البنات. البنات انا ما شاركتش معكم الخضره جيت مع تستف كود باش نختصروا الفيديو ما يكونش طويل. نبقاو غاديين هكا حنا خايدين دابا في الشقه كل واحد وشنو كيدير. غنبقى هكا نستف وغادي نعاود نستف الفلفله ونرجعوها البنات ليكم. هانتوما معايا البنات كملت السف ديال البطاطا. دابا ندوزو للفلفله. طاجين البنات عادي عادي البنات طاجين غير انا بغيت نشارك معكم اليوم الاول في شهر هذا الكريم قلنا نشاركو مع بغيت نشارك معكم البنات عادي البنات طاجين شاركوا معكم اطوار ديال اليوم الاول شاركوا معكم الطبله ديالتنا وان شاء الله نكون في متناول الجميع وتكون وتعجبكم طريقتي البنات. دابا نبقاو هكا نستف حتى نكمل الفلفله ديالي كامله. وغادي ندير نزيد المطيشه. درت هنايا البنات غير جوج مطيشات صغار. هنا البنات ثلاثه الفلفلات كبار اولا ربعات الفلفلات صغار تقريبا البطاطا تقريبا شي نص كيلو ديال البطاطا. دابا غادي ندوز. دابا البنات ما بقى ليا الا نهز الحوت ونحطو. عرفتي البنات مشرمل مشرمل مزيان. نهز الطرف الثاني ها هو ها هو. والبنات هاد لاصوص اللي بقى ليا هو اللي كنسقي بيه هكا. وغادي نزيد نشلو بشويه د الماء ونشاركو معاكم. عطيني شويه الماء شليتو بشويه الماء البنات. غادي نخوي غير في القنت ما نخويش فوق لاصوص. نشوف واش عندي لاصوص. عندي زايد عندي غير شويه ديال لاصوص. غادي نزيد فيه شويه الماء البنات. انا الماء البنات ديجا مسخناه. عطيني شويه الماء. دابا غادي نزيد شويه الروه ها هو. دابا البنات ما بقى ليا الا نزيد واحد الطريفات ديال الحامض وشويه الزيتون احمر نحطو في الجناب. دابا البنات غادي نشعل الفران ديالي وندخلو ونشاركو معكم نشارك معكم المراحل كامله بشويه بشويه تنوجد الطبله وانتم في الاخر غتكونوا معايا ان شاء الله. من هنا ما بين ندخلوا الفران غنشارك معكم ان شاء الله. سمحوا لي البنات راه قبل ما ندخلوا الفران راه خاصني نديرو فوق البوطيه يشد الغليه عاد باش ندخلوا الفران. دابا راني حطيته فوق هنا بلاتي نشعل هنا صافي. دابا غنخليه هنايا فاش نبغي ندخلو الفران نشاركو معكم. حتى تيبان لك هنا يبان لك شد الغليه عا باش غادي ندخلو الفران
وانتم معايا البنات. وطبيعة الحال الا كنتي اول مره كتكتشفي القناه ديالي، ما عليك الا تكليكي على زر الاشتراك مع صابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلك اي جديد. ديروا جيم ولي كومونتير تيبقاو محلولين كتعبروا على الراي ديالكم. والله يكمل علينا هذا الشهر كامل بالخير والرزق ويفتح لنا جميع الابواب الخير يا ربي، ويشافي اي مريض. مع دعواتكم الوالده باش نشارك معكم الحريره اللي كتطلعها من يديها. يستحيل ان النهار الاول شي واحد يصاب الحريره من غير الوالده ديالتنا. هذه ما يمكنش نذوقوا الطبله ما تحرى الا بحيره ديال الوالد. وهانتوما معايا الغزالات البنات، شوف شفتوا انه طلعوا يعني داس يغلي. كنديروا حتى نضيف اضافه البنات على حسب اللي بغيتوا، واحد القطيره ديال الزيت العود تقريبا واحد المعلقه البنات على حسب الاستطاع ديالكم. هذاك هذا غير كاضافه البنات، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. دابا بقى ليا الا غير شويه وندخلو الفران. وهانتوما معايا الغزالات البنات. في هاد اللحظات كنوجد واحد العصير، كندير خيزو تقريبا قد الموس قد هكا، المهم اما نص خيزو ولا خيزو صغيره كنديرها. عندي هنا بطاطا صغيره، عندي هنايا ليمونه صغيره تقريبا عندي، وعندي نص ديال الجلفات ديال الليمون، نص يعني ليمونه كامله والنص ديالها جلوف. كنعمر عليهم الماء وكنحطهم يتسلقوا، هما اللي كنخلط بهم العصير ديالي البنات، كيجي رائع رائع. نسيت البنات، وعندي هنايا نص يعني ربع ديال التفاحه بالجلوف ديالها. يعني دابا عندي خيزويا صغيره، عندي ربع ديال التفاحه، عندي بطاطا صغيره، عندي ليمونه كامله، وعندي جلوف ديال نص ليمونه. كنخليهم يتسلقوا مزيان وكنمشي نخليهم يبردوا، وكنخلطهم مع العصير ديالي كامل باش ما رافقت العصير البنات، باش ما رافقتو كنخليه. البنات هانتوما غنخلي عليه الماء ونخليه يتسلق. وهانتوما معايا فهاد اللحظه البنات صافي الطاجين ديالي غادي ندخلو الفران. وهانتوما معايا كتاكيت هو الطاجين البنات دخلتو. دابا غادي نسد الفران ونشارك معكم فاش نبغي نخرجو. هانتوما معايا البنات، شوفوا الطاجين ديالي صافي دابا راه كمل. هانتوما تحمر، شوف دابا غادي نخليه وغادي نسد الفران حتى نوجد الطبله ونشارك معكم الشكل النهائي ديال الطبله ديالتي. فهاد اللحظه البنات غادي نوريكم الطريقه اللي كيفاش كنوجد بها العصير ديالي. انا غنشارك معكم دابا عباش فاش يبقى ليا غير العصير وتوجد الطبله، ونشارك معكم كيفاش كنقاد الطبله ديالتي عادي البنات عادي عادي. فهاد اللحظه البنات برد ليا، بعد ما برد ليا الخليط ديالي دابا هو تسلق، بقات فيه شويه الماء غادي نخليه يبرد مزيان وغادي نرافقو البنات شويه الخيزو، الليمون، شويه الباربه، البنان، لافوكا، وهنا شويه التفاح. هاد المكونات كاملين البنات غادي نطحنهم حتى يبرد ليا هاد المكون اللي حاطه هنايا اللي كيتكون من نص ربع ديال التفاحه، بطاطا صغيره، ليمونه صغيره، ونص نص ليمونه فيها غير الجلفه ديالتها، نص خيزويا. صافي هذا هو اللي غادي نخليه يبرد ونشارك معكم. دابا ما بقى ليا الا نشارك معكم الطبله ديالتي ان شاء الله، ما بين يبرد ليا غنطحنو وصافي ونشاركو معكم. من هنا نشارك معكم الطبله ديالتي، كنقول لكم رمضان مبارك سعيد. هو الطاجين ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيفاش محمر، شوفوا البرونزاج ديالو، ها هما جبيبنات ديال الحريره، ها هو التميار، ها هو البغرير، ها هو الجبن. هذا هو العريس ديال الطبله المغربيه والعروسه ديال الطبله المغربيه، ورئيسة الجمعية هي الحريرة المغربية. هانتوما تشوفوها كيفاش دايرة خاطرة البنات، شوفوا شوفوا هذا هو العصير البنات، هذا هو العصير. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا ديالو ها
انتما بالصحة والراحة، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. رمضان مبارك سعيد، بالصحة والراحة وفطور شهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.